مرحبا جميعا واهلا وسهلا فيكم بهذا الويبينار من جريفن ليدرشيب. اليوم بيسعدني يكون معي صديقي ايمن دنداش. ايمن is the programs and grassroots manager at the Lebanese Transparency Association No Corruption chapter of Transparency International. He took part, managed and supported the execution of more than 50 projects implemented in Lebanon funded by international donors from many countries, including countries from the EU and the USA in the field of good governance, anti-corruption and democratic processes. Also trained in governance, on governance and transparency and active citizenship with national and international bodies. And he coordinated on several projects related to citizenship and capacity building and consulted on a number of projects implemented by international organizations such as UNDP, British Council. Also, Ayman is a co-founder of and board member of local NGOs. Ayman, thank you for being with us. وأخيراً. يعني وأخيراً زبطت يعني وصلنا أنا طلع ضيفنا في Griffin Leadership. رح نحكي اليوم معك عن موضوع يعني عملنا سيريز ثلاثة ويبينارز كنا عم نحكي فيهم عن موضوع الفساد. اليوم رح نحكي معك role of citizens, citizen engagement and fighting against corruption. So رح نحكي عن موضوع كيف المواطن لازم يكون عم يحارب أو في يكون عم بيساعد بمحاربة الفساد. بس قبل ما نبلش بهذا الموضوع هنبلش شوي هيك لمحة تاريخية عن موضوع الفساد بلبنان إذا فينا. يعني إذا بتعطينا هيك جولة عن موضوع الفساد بلبنان، هل لبنان هو بلد فاسد من أول نشأته؟ أنا برأيي ما في بلد بينشأ فاسد، يعني بالنهاية مثل ما في إنسان بيخلق فاسد بطبيعة الحال. أنا بقوله هذا فاسد، بلد فاسد. أول شيء خلينا نقول بمبدأ العادي كل بلد بينشأ هو عبارة عن حدود دولة وشعب ونظام بمبدأ الحال، وهون بتبلشوا يتعايشوا مع بعض وهون بتبلش الفكرة بهذا المحل. خلينا نبلش بموضوع إذا نشأة الفساد بلبنان أو تاريخ الفساد بلبنان. خلينا نجي نقول أنه أصلاً الفساد كيف تطور بمحل معين. يعني اليوم الفساد اللي كان موجود بالتسعين يختلف عن الفساد الموجود بالألفين، يختلف عن الفساد الموجود بعد الألفين وخمسة، أو عن الفساد اللي موجود بالألفين وحداعش وألفين وخمستاعش ومؤخراً بالألفين وتسعتاعش. خلينا نعطي تاريخ. نفس الشيء مكافحة الفساد لازم تختلف، وهون يعني كيف تطور الفساد له عوامل، وكيف مكافحة الفساد كمان له عوامل معددة. خلينا نقول أن النقطة الفاصلة بين تطور الفساد ومكافحته كانت هي عام 2008 لما لبنان وقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو هون بلش من بعد عام 2008 لما وقع على اتفاقية. لما بلش لبنان بعد توقيع الاتفاقية لازم يكون عم بيعمل عملية تشريع وملائمة بعض القوانين بما يتلائم مع الاتفاقية توقع عليها. وهون نحن بنشوف بين عام 2008 و 2010 المجلس النيابي كان في عليه يعني كمية كبيرة من مشاريع القوانين التي تعني مكافحة الفساد. وهون عم نحكي مثلا على سبيل المثال للحصر، عم نحكي عن قانون حق الوصول للمعلومات مثلا، عم نحكي عن قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عم نحكي عن قانون حماية كاشفي الفساد، وغيرها من القوانين التي أقر يعني التي تم اقتراحها إلى المجلس النيابي ببعد عام 2008. هون بنبلش نشوف هيدي كانت أول نقطة. أيمن كمية معلومات كتيرة عم تنزل علينا فرد مرة، أوكي؟ نحن بجريفن ليدرشيب بتقول لك شو بنعمل، نحن ما بنعرف الموضوع، بدنا نبلش فيهم شوي شوي. بدك تو يعني فهمنا إنه عم تقول لي مشاريع مكافحة الفساد بلشت 2008 2010، كانت كمية هائلة من المشاريع مثل ما عم تقول، مظبوط؟ أوكي، من بينها حق الوصول للمعلومات، من بيناتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد، شو كمان؟ عندنا يعني عم نحكي عن قانون حق الوصول للمعلومات، قانون حماية كشف الفساد، وقانون مكافحة الفساد في القطاع العام، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هدول تقريبا أهم ثلاث قوانين من بعد عام 2008 مباشرة من بعد التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تم تقديم هالمشاريع القوانين أو هالاقتراحات القوانين إلى المجلس النيابي كمل إقرارهم. ولكن يعني كل قانون تقريبا أخذ ما يقارب بين التسع سنين لا 8 سنين 9 سنين 10 سنين لأقره مؤخرا بالمجلس النيابي، وكان في سلية تشريعية هلا بنحكي عنها كيف أقرت مؤخرا من عام 2017 لليوم عام 2020 شو القوانين التي أقرت مؤخرا بالمجلس النيابي. ولكن اليوم خلينا نجي نبلش بموضوع اللي بلشنا فيه. أنا على طول بسأل سؤال كثير بهمني، هل اليوم الفساد بلبنان تحول لثقافة مجتمعية؟ يعني هيدي النقطة الأساسية هون. إذا في حدا يعني خلينا نكون عم نعمل شوية جلسة
تفاعلية، إذا في حدا عمله يجاوب يرفع إيده بهذا الإطار. لأنه اليوم السؤال، اليوم مكافحة الفساد من وين ما تبلش؟ في حديثان بالبلد، هل هي بتبلش من فوق ولا بتبلش من تحت؟ ونفس الشيء اليوم الفساد وين أساس وجوده؟ هل هو موجود بس بالأنظمة مثل ما بنحكي موجود اليوم بالسيستم؟ هل هو السيستم فاسد؟ يعني هذه النقاط لليوم حنتطرق عليها. ولكن اليوم هو الحل ولا إصلاح النظام؟ ولكن خلينا نبلش، خلينا نشوف مين بيحب يجاوبنا. مين بيحب يجاوب؟ فاديا؟ عبد الله بدي اقوله انه للاسف صار الفساد شيء عادي عنا بلبنان، يعني موجود وين ما كان، مش بس بالقصص السياسيه والامنيه بالدوله. سو وما بتروح هلا بتلاقي انه مثل كانه صار شيء موضه، يعني ما بعرف اذا حدا بيوافقني الراي، صار شيء عادي. يعني انت بتعتبره هو صار كمان بالثقافه المجتمعيه انه الناس يكونوا فاسدين؟ هلا مش كثقافه، كعلم، كقصدي وين ما كان، مش بس سياسه، يمكن بالاقتصاد، بالقصص الاجتماعيه اللي كثير خاصه بال ما بعرف قصص الجمعيات هيك، انه صار وين ما كان. اوكي، يعني عبد الله بفهم منك اليوم تحول لفساد بطل محصور باحدى القطاعات او ببعض المحاور، اما هو صار على بكافه المجالات والقطاعات. خلينا ناخذ تقريبا ايه مظبوط. فينا ناخذ جويس، عندها شيء؟ بونسوار. اول شيء اهلا وسهلا فيك. مرسي. أنا برأيي إنه الفساد هو ينشأ من الفرد، وبالتالي الفرد طلع على الحكومة وعلى هول المؤسسات العامة، وبالتالي صار في فساد عام بيشمل كل المجتمع. يعني اليوم الفساد ببلش فينا قبل ما ينتقل لفوق؟ أكيد بينشأ من الفرد طبعاً. طيب ليال؟ لا أنا بختلف عنا بالرأي. علمونا نصير فاسدين، يعني نحن هلأ الفساد صار بكل المجتمع، إن كان بالرشاوي، بالمؤسسات، بالمعاملات الرسمية، بس هن علمونا نصير هيك، هن علمونا نستغل بعضنا لأنه هن عم يستغلونا. فلا، بدنا نبلش نحارب الفساد، نبلش من رأس الهرم بعدين ننزل نزول، لأنه صراحة إذا منعالج عامة الشعب ما منستفيد بشي. ما نبلش من فوق، من الأشخاص اللي لازم ننتخبهم، اللي هن قدوة المجتمع لازم يكونوا، وبعدين العالم بتصير تتعلم كيف لازم تحب بعضها، تحترم بعضها، وما تستغل بعضها. بس نحنا يلي عم ننتخبهم، يعني إذا نحنا إنه فهمنا إنه نحنا عم ننتخبهم وبلشنا بعامة الشعب، بيبطلوا هن أصلاً رأس الهرم. بس هاي ما يتحق. بس لما يتحول النقاش لازدواجي، إذا بدكم خلينا نجي ناخذ نقطة نقطة، لأنه اليوم يعني اسم الله يخزعين الشبيبي كلها رافعة والصبايا رافعين دايما بهذه النقطة بالذات، بس خليني جاي بستخلص النقطتين ونبني عليها اليوم. اليوم في نقطتين واضحين بالمجتمع، البعض يقول أنه اليوم الفساد ببلش من المواطن وللي هو بيعزز منظومة الفساد، وفي أشخاص تفضلوا عم يقولوا لا، اليوم الأساس هو في أشخاص موجودة بالسلطة هي للي عودتنا نكون فاسدين، ولكن بالحالتين الفساد بعده موجود، وبالحالتين في دور أساسي للمواطن أنه يكافح الفساد، لأنه مثل ما بنعرف الفاسد والمفسد الجريمة الفساد يعاقب عليها الراشي والمرتشي بالمحلين بالنقطتين بهذا الإطار. خليني بس أرجع هيك، نرجع شوي لو نجي نتطلع بكلمة مكافحة الفساد. هلا بعتبر أكترية هون يمكن يوس أكثر مني بكلمة مكافحة الفساد. خليني نجي نسأل سؤال، كلمة الفساد اليوم ما كانت هالقد تستمع، يعني ما كانت الناس تسمع بموضوع الفساد مثل ما بتسمع فيه اليوم. يعني بالعام 2000 بتذكر، أو بعام 1999 خليني أقول، لما أحدثت أسس الجمعية اللبنانية تعزيز الشفيرة فساد، لما نزلت على المجلس على وزارة الداخلية بتحط رأي العلم وخبر، فقاموا قالوا لها أنه في اسمها جمعية لبنانية تعزيز الشفيرة لا فساد، أم قالوا لهم تحت بالداخلية أنه هل في عنا فساد يعني تصلح جمعية؟ قالوا لهم لا سمح الله، إذا صار في مستقبل فساد نحن نكون في جمعية موجودة. نحكي بال99، بعد ال99 عنا لل2000 نحن كان أول تحرك ببلش بالبلد ويحكي بموضوع الفساد بشكل أساسي مباشر هو كان بعام 2011 من بعد موضوع الثورات العربية. ولكن قبل هذا الحديث كان الحديث عن موضوع الفساد ما كان جدا جيد، وفي جدا عدة عوامل ساهمت برفع الوعي. وهون خلينا نرجع لمحل اللي كان النقاش، هن عودونا نصير فاسدين أو هن عودونا بهذا المحل. قدين إحنا بنعتبر اليوم في جزء أساسي خاصه بموضوع التربية والمواطنة، يعني اليوم نتيجة غياب المواطنة
بشكل أساسي من خلال المناهج التعليمية، نبلش من مدارسنا للانتقال إلى الجامعات بمفهوم الحقوق والواجبات اللي هي على أساسها تبنى العلاقة بين المواطن والسلطة، صح؟ في حقوق وواجبات. كم حدا فينا اليوم بيعرف حقوقه وواجباته؟ أنا عبالي أعرف. ناخد عليه. بونسوار جميعا، بونسوار شفيق، بونسوار أيمن. علي الخطيب اختصاصي معتمد بمكافحة غسيل الأموال. بدي أعلق بس على النقطة اللي انطرحت قبل لمكافحة الفساد. صراحة أيمن الفساد موجود من قبل 99، موجود من وقت الاحتلال السوري اللي كان موجود. أنا ابن ضيعة بقعية وبعرف كيف السوريين كانوا يتعاملوا. إذا بدك توظف ابنك بالجيش بدك تروح لعند واحد مخابرات سوري بيزرع لك ابنك بالجيش. فمكافحة الفساد أصلاً انوجدت، مكافحة الفساد انوجدت، أنا بعرف هالشي موجود يعني كمان. إيه مكافحة الفساد انوجدت لأنه كنا عم نستلم وظائف على محسوبيات مش على الكفاءة. يعني أنا إذا بدي روح أتوظف بوزارة مثلاً أكس مثلاً بدي روح لعند الزعيم واي، والزعيم واي هو بده يزرعني، فبده يزرعني وأنا مش كفؤ لهذه الوظيفة وأنا ما بقدر أعطي بهذه الوظيفة، فأنا بروح بنام بالبيت وبقبض معاشي بآخر الشهر عادي. فالفساد موجود من زمان وهن اللي عودونا على الفساد. بعتقد ليال قالت هيدا الشيء إنه هن اللي عودونا على الفساد. لنكافح الفساد لازم الوظائف تتم بالكريتيريا العلمية، يعني مش انه واسطة روح لعند الوزير الفلان ليوظفك، روح لعند الزعيم الفلان ليوظفك. وضحت. بعرف اذا بتوافقني الرأي يعني. علي 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 يعطيك الف عافية حبيبي، اللي عم تصدر فيه معك فيه، بس هلا حنوصل لنقطة اللي خاصة بموضوع مكافحة الفساد، ولكن احنا اليوم عم نحكي ومنيح يضوّق موضوع الفساد هو موجود من أيام العثمانية، موجود من قبل العثمانية كمان، لأنه هي علاقة تنشأ بين المواطن أو السلطة أو بين طرفين. حتى هي إذا توصل لمحال إذا منبسط موضوع الفساد هو بيخلق بقلب البيت بين خي وخي بتفاصيل كتير بسيطة فيها نوصل لهذا المحال. وهون بيجي ننطلق من هذا المحال اللي كنا عم نحكي فيه، اللي هو سلوك، هو سلوك قد الإنسان قادر يكون بهذا السلوك ليكون فاسد وبيساهم بموضوع الفساد، وقد ايه سلوكه يكون بمحل شخص لا بده يكون نزيه وبده يكافح الفساد. هون النقطه اللي كانت النقطه اللي احنا ننطلق منها اليوم، لانه اليوم نحن صرنا بمنطقه او بظرف او بواقع الكل الناس عم تحكي انه الفساد موجود وين ما كان. كل المؤشرات اليوم وكل الدراسات بتدل انه نحن اكثر شغله اولويه بالنسبه للمواطنين هي مكافحه الفساد. وحابني على نقطه كثير بسيطه لنحكي عن موضوع مكافحه الفساد. انتخابات عام 2018 اللي صارت وكل البرامج السياسيه لكل الاحزاب السياسيه كانت كلها عنوانها رئيسي للي هو شو موضوع مكافحه الفساد، صحيح ولا لا؟ كل الطبقه السياسيه وكل الاشخاص الموجودين بمكان السلطه بيحكوا عن موضوع مكافحه الفساد. الكلمه الاكثر استعمالا باخر سنتين بلبنان هي مكافحه الفساد، مسلمين على الموضوع، صح؟ فنحن مقتنعين كل العالم بدها تكافح الفساد، ولكن اليوم مين الاشخاص بدها تكافح الفساد؟ كيف أطر معاملة مكافحة الفساد؟ هذا ما نحكي فيه. هل اليوم نحن المنظومة التشريعية الموجودة بالبلد اليوم ضرورية لمكافحة الفساد؟ أي ولا لا؟ هل مهم المنظومة التشريعية ولا في شيء أهم عن المنظومة التشريعية؟ نحن مثل ما تفضلنا وقلنا قبل أنه اليوم نحن بعد عام 2011 كان أول تحركات تشهرت البلاد بطريقة أكيد من بعد عام 2005 والموضوع السوري والاستقلال والسيادة وما إلى هنالك من هذا الموضوع. بعدين هيد البلد لا عام 2011 اللي بلشت الصواد بالعالم العربي وبلش بمحل يسمى ما يسمى بالربيع العربي بلبنان وصور على الفلسطينيين وعلى السلطة وإسقاط طبقة النظام السياسي. بهذا المحل بهذا الظرف بهذا الوقت كان بلش أول التحركات، ولكن وعادت وهديت، وكان بلش الناس أول مرة تشوف أشخاص ناشطين مواطنين مستقلين عم يطالبوا بشيء وليس ضمن إطار حزبي أو سياسي أو تكتل سياسي. وبعده وصلنا لعام 2015 للي هو كان الناس كان أول مرة بتشوف هذا النوع من التحركات. وهون بدي فرجي يعني نقطة كثير أساسية للي كانت، للي كان موضوع ملف النفايات اليوم بوقتها. لما صارت النفايات تطلع على الشارع وطلع حملة اسمها طلعت تحتكم وغيرها من الحملات الموجودة بالشارع، وبوقتها قامت الناس تحركت ونزلت على الشارع وصار ما إلى هنالك من تحركات احتجاجية. ولكن من عام 2011-2015 كان في فساد. من عام 2011-2015 عفوا ملف النفايات كان في فساد، صح ولا لا؟ ما وقف.
ولكن الناس اتحركت بوقتها لسبب واحد، للي هو المنظر وريحة اللي كان موجود خلى الناس تتحرك على الشارع، لأنه النهار اللي بطل موجود زبالة على الشارع المشكلة ما انحلت، المشكلة فعليا ما انحلت، المشكلة محل ظلت موجودة، وباقي المشاكل اللي لها علاقة بالفساد بقت موجودة. ولكن اليوم في محل بقى النظام ماشي مثل ما هو، صح ولا لا؟ والمواطن شو عمل؟ كمل حياته. هذا هون اللي بيجي بياخذنا انه اليوم مش جزء من محل الفساد تحول لسلوك بالقد المجتمع. وصلنا لعام 2019 اللي هي الانتفاضة الشعبية، وهون اذا بيراقب الناس الخطاب السياسي للناس هو انوجب. ولكن بيبقى السؤال من عام 2011 ل 2019 كيف الانسان، كيف وصلنا لهذا الوعي؟ كيف وصلنا لهذا الخطاب السياسي؟ هو نتيجة مجهود كبير عم ينعمل من الاشخاص على الصعيد الفردي من خلال القراءة، ساهم بعدة وسائل لأنه موضوع التواصل الاجتماعي برفع الوعي عند المواطنين من خلال عدة منشورات والوصول إلى المعلومة كان بشكل سهل بهذا الإطار، بالإضافة لعدد البرامج الاستقصائية والصحفية للي كان عم تنشغل لرفع الوعي بهذا المحل. ولكن هذا كل الوعي هذا قبل ما كان موجود، وكلياتنا إذا بنرجع لكل الأرشيف ما كان موجود، هذا كلياته انخلق هذا الوعي. ولكن هذا الوعي لحاله لا ينخلق للإنسان يبلش يعرف حقوقه وواجباته ولا ينالك، وهذا بتضلك بمحل لتوصل لتعمل الخطوة، الخطوة نحو التغيير، التغيير ما هي مفهوم، نحو كسر الجدار الموجود بينك وبين هذا الشيء اللي أنت خايف منه. هل نحن اليوم بمحل رايحين على الإصلاح وبدنا نعمل إصلاحات بكل إدارات الدولة وبدنا نمشي على النظام بكاملة صح؟ ولكن هل نحن كمواطنين جاهزين لنكون بهذا نوع نظام؟ سؤال يسأل اليوم، سؤال يسأل بكل بساطة في حدا فتح المايك، بكل بساطة هذا سؤال يسأل. هل المنظومة التشريعية الموجودة اليوم بتساهم بمكافحة الفساد؟ نعم، لبنان يمتلك قوانين جيدة إذا مش جيدة جدا بمنظومة مفهوم مكافحة الفساد، ولا ينقصها إلا التطبيق. نحن مشكلتنا بتطبيق القوانين، مشكلتنا مش بالقوانين. نحن عندنا أهم أجهزة رقابية، عندنا ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، عندنا مجلس الخدمة المدنية، مجلس قضاء الأعلى، مجلس القضاء الأعلى، عندنا عدة أجهزة رقابية موجودة وأساسية بموضوع مكافحة الفساد، ولكن هل هي عم تمارس دورها؟ هون السؤال. عندنا قوانين هلا اليوم موجودة بموضوع مكافحة الفساد، قانون حق الوصول للمعلومات اللي بنقطع عنه، قانون حماية كشف الفساد، قانون هلا إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عندنا قانون تبييض الأموال وتبييض الإرهاب اللي تبع بعام 2015، عندنا عدة قوانين موجودة اليوم، وهلا مؤخرا أقر قانون التصريع عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإصرار غير مشروع، هيدا عدة قوانين أقرت اليوم. ولكن السؤال يبقى اليوم، هل هالقوانين اليوم تقدر تمشي لحالها؟ تقدر تحاسب؟ لا، بحاجة إلى دعم، إلى منظومة تدعمها بهذا الإطار. هذه المنظومة هون أيمن رح نرجع نحكي عن هول القوانين ونفصلهم ونشوف قديش نسبتهم أنه كقوانين منيحة، بس الحبات اللي أنت عم تقوله أنه لما شافوا الناس الفساد قدام عينهم تحركوا، يعني لما شافوا الزبالة، لما شموا ريحتها للفساد تحركوا، بينما قبل كان الفساد صار له كان وقت كتير متعشعش بالدولة وما كان عم يتحرك. طب برأيك كل يوم لازم يشوف المواطن الفساد يتحرك؟ يعني لازم يكون عم يعني الزبالة كل يوم عنده قدام بيته تقدر يقوم يتحرك، ولا هيدا يعني المومنتم ليه ما صار؟ يعني بنحكي عم نحكي عن موضوع المومنتم، ايش لازم يكون في مومنتم يصير في يعني تحول بالمجتمع؟ هو كمان يعني بعد ما خلص المومنتم تبع 2015 بلش اليوم 2019 اللي واقف على 2019 اللي واقف كمان ليه؟ والسؤال هذا صار في وعي، نعم يا عبد الله صار في وعي نوعا ما، لانه في حدا بعت على الشات صار في وعي نوعا ما، وعي بمرحله، ولكن اليوم المشكله بالنفس الطويل. نحن مجتمع يعني أنا برأيي التغيير بكل الدول أخذ وقت، هلا حنحكي عنه. نحن بدنا تغيير يجي بليلة وضحاها، والتغيير بكل المجتمع بده يبلش بجلد الذات. يعني لما نحكي عن جلد الذات بده يبلش من حالي، بده يبلش من بيتي، من قريبيني، من كل اللي حوالي. وأنا هعطي مثل صغير هون بنبلش بهذا المحل وفرجيك بمحل كيف تحول لثقافة بقلب مجتمعاتنا بطريقة كتير بسيطة. أنا عندي مثلا بتضيع أفرادنا، قام بيجيب واحد متوظف وظيفة الدولة، متوظف بوظيفة الدولة، بعد موظف معاشه معروف مليون ونص، مش عم نحكي عن مليون ونص طبعا هلا بهذا الزرف، عم نحكي عن قبل 2019، وفجأة بصير عنده بيت. المجتمع اللي حوالينا شو بيقول؟ والله شفتي ما اشتغل، عارف يظبط حاله. طب ما انه المنطق كيف ظبط حاله ومعاشه مليون ونص؟ المجتمع بتحسسك انه هيدا الزلمة قبضاي، عارف يظبط حاله، زلمة ثاني ما قدر يظبط حاله، ما بده يظبط حاله، مقتنع بده يكون زلمي نزيه، انا فايد بده يكون نزيه. بتطلع فيه المجتمع بنظره انه شو اهبل هذا،
طلع فيه بهذه الطريقة. شو أهبل هذا؟ ما عارف يزبط حاله. ليزبط حاله بالنسبة للمجتمع هو قدوة، بالنسبة لهون بالنسبة اللي ما قدر يزبط حاله لأنه أمر يضل نزيه وما يأخذ لشاوي، وهذا زلمة ما يعرف يشتغل. هذا بيفاجئك هون، ببلش بيفاجئنا بمحل إنه في جزء من المفهوم اللي كان موجود بمجتمعاتنا هيدا بمفهوم الثقافة بمحل تعزيزه بهيدا الإطار، خلق هيدا المحل عند المواطن إنه إذا ما كان هيك بحس حاله غلط بالمجتمع. صحيح. الله بتقول هي عملية هون بهذا الإطار، هي مش هيك بالعملية، هي لحالها كمواطنين ده في منظومة موجودة يعني هي بتساهم بطريقة غير مباشرة إنه تشجع على هيدا الإطار طبيعي، لأنه اليوم لما يصير الحكي بهذا الإطار بتشجع 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 بهذا الإطار، فهو بيساعد بهذا المحل. اليوم في دور كان كثير محل اليوم وبيضيف له غياب أجهزة المساعدة والمحاسبة وغياب الوعي من الناس. الناس ما كانت تعرف. أنا كشخص موجود، أنا أول مرة بلشت أعرف حقوقي واجباتي بعام 2009-2010، يعني أنا عم تحكي فوق العشرين سنة كان عمي لما بلشت أعرف حقي. وأول ظرف تعرضت له بموضوع الفساد بشكل مباشر أنا كشخص، أنا أول ما عملت دفتر سواقة دفعت حقه 450,000، وصدقا أنا بتأكد أنه كل الموجودين هون دافعين حق دفتر سواقة بهالطريقة يمكن الأكثرية من دون ما يعرف قد حق الدفتر بالأساس. وأنا بمحل بعتبر حالي كنت شريك بالفساد، لأن أنا واحد دفعت حق دفتر مثل كل هالعالم، لأن أنا مقتنع أصلا ما بيمشي إلا غير المنظومة. أنا مفكر أنه هو هيك بيمشي، يعني هذا التعميم اللي بيصير دفتر سواقة 450,000 بتساوي عند فلان الفلان، صح؟ صحيح. ولكن أنا كمواطن اليوم كان واجبي أحمل حالي، انزل على الدائرة عمل دفتر لحالي واطلع بيطلع حق الدفتر أقل من 300,000، عفوا 300 ونجزي كان بوقتها إذا ماني غلطان. ففعليا في رقم، بس هذا الرقم أنا ما بعرف إن عم بدفعه سمسرة رشوة ما له هنالك، حتى إني ما عملت دفتر امتحان سواقة، هذا بطريقة غير مباشرة، بس أنا ما بعرف هيك، ما بعرف لأنه أساسا ما بعرف إنه أنا قديه كلفة الرسوم على الدفتر سواء، او ما بعرف انه انا اصلا لازم امشي بهذا البروسس، لانه كمان صارت ثقافه مجتمعيه انه عيب انت بدك تعمل فحص سواقه ولو انه مالك حربوق بالضبط، او بدي اقول لك بس شو عند المختار يقول لك عمو شو بدك، بتقول له بدي دخل قد، بقول لك بيك بكون معطيك من البيت بيك ال 10000 ليره حق الاخراج القد. انا ضليت لو صرت عمري 22 سنه مفكر انه حق الاخراج القد هو 20 10000، بس بيوم من الايام قررت انا اعمل بالصرايا اخذت حقه 2000، بس انا كنت المفهومه انه هو حق 10000. ليه؟ لانه في تعميم بهذا المحل. اليوم في تعميم مثلا انت ما تفوت على هذه الاداره لانه اصلا اذا واحد بانيك بدك تخلص وقتك ما بتخلص، هذا شريك. اليوم بمحل لما المواطن ياخذ قرار لا انا بدي مارس دوري وما بدي تخلص الورق اليوم تخلص بيومين وما بدي ادفع رشوه وبدك تخلص لي معاملتي هلا، من هون ببلش صارت السرقه من الدوله شيء طبيعي عندنا. ما هو ما في سارق، مين بيسرق؟ هو بيقول لك مين بيسرق؟ الفقير بيسرق الفقير، الغني ما بيسرق، ما بيسرق الفقير بيسرق الفقير بهذا المحل. هذا المثل المستعمل اليوم. إما رح اخذ ربع لانه صار له يعني وقت رفع ايده. ربع عندك شيء تقولي؟ ايه بونسوار، يعطيك العافيه. بونسوار استاذ ايمن. اللي كنت عم حضرتك كنت اول شيء عم بتقول من وين ببلش الفساد، من فوق من راس الهرم ولا من هيدا؟ اللي بدي أقوله إنه إحنا اللبنانية كلبنانية ومنكون أوقات أحكي عن حالي بشان ما أقول عن أحكي عن حدا، يمكن أنا فاسدة لما بكون بلبنان، بس لو تبروح بعيش بأوروبا وبيكون في قانون غصبني وعم بيجازيني وعم بيعمل لي بينالتي هالقد أدى كرمال لما بفوت عكس السير، أنا غصب عني بدي سير تحت القانون. بلبنان في قوانين، بس إحنا المشاركة التعيد التنفيذية والتشريعية والمنظومة الفاسدة اللي ما بدها تطبق هيدا القانون هو اللي عم بيشرع موضوع الفساد. يعني الفساد ما فيني انا اجي اقول بدي اغير الشعب كله ليعود ما انه فاسد، هيدا اللي المغالطات اللي عم بتصير. الشعب لما بده يتغير حتى ما يكون فاسد بده وقت، صح استاذ ايمن؟ بده توعيه، بده نضوج، بده توعيه بالمدارس المؤسسات، بس هيدا الشيء لحديت ما يصير لازم يكون في سيف فوق راسهم اسمه البينالتي، اسمه الضبط، اسمه الفاسد. هيدا بده يرتشي، انا روح بلغ عنه وقول عنه بصوت عاد هيدا برتشي وبلغ عنه الدوله حتى يصير في قانون. هذا دور المواطن. نعم ميمي. مدام هذا دور المواطن اليوم اللي حنحكي عنه اليوم، دور المواطن كثير اساسي بعمليه مكافحه الفساد، مش بس القوانين الموجوده، القانون اليوم بيجي ليعزز المحاسبه، ولكن في دور كثير اساسي عند المواطن للي هو بده يرفع صوته وهو بده يلتزم بالقوانين
وهو بده يكون بمحل عم يساهم بتطبيق هذه القوانين. وهلا نحكي عن جملة من القوانين اليوم ما بتقدر تطبق، هي رغم انها موجودة وجيدة جدا، ولكن لا تقدر، ما بتقدر تطبق الا اذا المواطن اخذ مبادرة بهذا الإطار. حلو، خلينا ناخذ بعد معلش تيودورا. هاي كان بدي اقول فكرة كتير صغيرة. انه وقتها كنتوا عم تقولوا انه مثلا المواطن انه يدفع ضريبة لتسي، او انه if he doesn't follow a certain rule انه he has to be penalized. بس ما فكرة كمان انه انا كمواطنة عمري انا 21 سنة، اوكي انا من هلأ I don't trust اني ادفع ضريبة لانه انا عارفة هالضريبة لوين رايحة. So at this point كمان انه انا بفكر بهالمنطق انه انا I follow rules، بس مثلا انا بقول اذا تخطيت السرعة بمطرح معين ولأنه أنا ما بدي أدفع هيدا الضبط، أنه أنا عارفة هالضبط مصريته وين حتروح. تنقول مثلاً عم أعطي example هذا السنس. هلأ كنت عم تحكوا قبل كان بدي أقول فكرة تانية بس صراحة نسيتها لأنه فاتت بالحديث. كان بدي أعلق عشان معلش خلينا دائماً نمشي مع الحديث ما نرجع لقصص القبل. مية بالمية. هلأ ربا كانت عم بتجيب سيرة الضابط اذا بدك اول شيء هيك. فانا فكرت صراحه انه انا اوقات بفكر هيك انه I don't trust اني ادفع الضريب او الضبط او whatever. كان اوكي I follow rules for my own safety كرمال القصص منظمه اكثر، بس انه اوقات بفكر هيك و I cannot be truly blamed. ما بعرف برايي هيك انا. ثانك يو تيودورا. بعد رح ناخذ انا كريستينا. ايمن رجع بجاوب ثاني هذول. Yeah. أنا كريستينا. بونسوار. أنا كم بدي أقول على فكرة مصروبة في ناس لمحمد درويش بيعمل في مقارنة بين اللبنانية والعرب وبين الأجانب. اللبنانية بس يروحوا لبرا أو العرب بس يروحوا لبرا. نحن بلبنان ما بنلتزم بالقوانين، بس تنسافر منصير مجبورين نلتزم، منصير مجبورين نوقف على الإشارة الحمراء، مجبورين ما نكب زبالة على الطرقات، مجبورين نحترم ونساعد غيرنا وهيدول القصص. بس بلبنان ما بنعملون هيدول القصص لأنه خلص إنه صرنا معودين على هيدي الفكرة إنه هيك نحن تربينا وهيك منضل. بس نطلع لبرا منصير مجبورين نعمل هيدول القصص. And thank you. Thank you أنا كريستينا. أيمن عليا. أنا عندي سؤال، ليه نحن مجبورين برا مش مجبورين؟ يعني إذا نحن اليوم خلينا نبلش بالنقطة موضوع الضبط. نحن معرف إنه لمبارح كان عدد الضبوطة بلبنان إذا ماني غلطان شي 30,000. وأنا أكيد ما أعطي رقم، ولكن في جزء كبير مضبوطة هو بعد الساعة 5. للي الناس عم تيجي تظهر إنه أوكي عنا ضبط بدفع ضبط وكفي حياتي. الفكرة اليوم لما الدولة تحط ضبوطة مش إنك تدفع ضبط وتكمل حياتك، برا هذا يعتبروا شيء أكبر من هيك. بس اليوم المواطن معتبر إنه بيدفع ضبط بيكمل حياته هذي واحد، أو أكثر شيء بدأ لفلان الفلان وبيشل الضبط. لأنه اليوم العلاقة بين المواطن والسلطة هي علاقة زبائنية. يعني اليوم بمحل الفساد نوجد بمحل وخلق ما يسمى بالعلاقة الزبائنية بين المواطن والسلطة، وهذه العلاقة هي اللي بتنمي بمحلات خلينا نقول هي المي تبع الفساد اللي بتخليها عايشة ومرتاحة فيها على قاعدة إنه أنا بمرقك هون بتمرقني هونيك. وأهم محلات للعلاقة ما بين اثنين واللي تتأثر بشكل مباشر هي وقت الانتخابات. يعني على سبيل المثال للحصر، اليوم كل العلاقة بين المواطن والسلطة أو بين المواطن والطرف السياسي الموجود أو الطرف الموجود بالحكم، أول أداة للمساعدة والمحاسبة هو وقت الانتخابات، صح؟ بنحاسب بعض، صح؟ ولكن اليوم وقت الانتخابات هي بتعزز الزبائنية بمحل ما، أنا انتخبتك هون انت دورك تشيني هون بهذا الاطار. اليوم الاشخاص الموجودين بالطبقه او الاشخاص الفاسدين الموجودين بهذا المحل كيف بيخلوا وجودهم بهذا المحل؟ هن بتقديم هالخدمات الصغيره عم نحكي عنها، ضبط من هون خبيه من هون، وقال لهم مصلحه يضلوا هيك بالسيستم هيك الطريقه. بس اليوم بمحل مين عم يساعد؟ يعني مين هو اليوم الوقود تبع الفساد؟ هو المواطن بطريقه غير مباشره، هو عم يلعب دور بهذا الاطار، جزء بشكل المواطن، جزء المواطن هو عم يلعب وقود بهذا الاطار. ومثل ما محل فيكون بطريقه غير مباشره عم يلعب الركود بطريقة عكسية لهذا المحل. يعني اليوم أنا لما أنزل وقول أنه أنا عم خالف النظام أوكي بدفع ضبط. هلأ بتقلي اليوم مصاري هذا المحلات، الدولة عم تسوقن، الدولة فاسدة، الدولة بلا إطار ما. اليوم في سؤال كثير بسيط، هل الدولة اليوم الفساد الموجود بالدولة أو الجزء الأكبر موجود من الفساد من الدولة مشرع وغير مشرع؟ هذا سؤال كثير بسيط. هل نحن أشخاص، خلينا نعطي مثل ننزل لأنه النقاش كثير على صعيد دولي بيكون أصعب،
كلياتنا من ضياع وموجودين ببلدية صح؟ وحضرتك رشحت على الانتخابات البلدية إذا ماني غلطان بال 2016 صح؟ وكان عندك بوتنشل تكون كثير عضو مجلس بلدية. ولكن خليني أسأل سؤال، كلنا موجودين بالضياع وكلنا عندنا بلدية، وتعتبر البلديات أهم سلطة محلية موجودة بمنطقتنا وهي تمثل ما يقارب الحكومة ورئيس الجمهورية. أهلا بس زميل. أوكي الفكرة وين بهذا الإطار؟ اليوم السلطة المحلية عندها مساحة كثير كبيرة. طيب السلطة المحلية عندها موازنة، عندها موظفين، إذا عم نحكي على بلدية متوسطة ب 15 عضو، عندها موظفين، عندها موازنة، عندها قطع حساب، عندها مشاريع عم بتقوم فيها، عندها تعهدات، عندها كل هيدا. اليوم كم عدد المواطنين اللي بيطلع بيسائل بلديته اليوم على كيفية إدارتها لسلطتها المحلية؟ خليني أسأل سؤال موازنة موجودين هون، كم حدا فينا مين من الشباب والصبايا هون فعليا طلع على البلدية وسائل بلديته اليوم فعليا كان عنده شكوك حول أداء البلدية وطلع على البلدية قال أنا اليوم بدي أعرف أنتم كيف عم تديروا البلدية، بدي أعرف موازنة البلدية، بدي أعرف قطع حساب البلدية، بدي أعرف المحاضر والقرارات اللي عم تاخذوها، بدي أشوف دفاتر الشروط. مين هم الأشخاص الموجودين هون؟ على ما يبدو ما حدا معتقد ما حدا بيعمله، ما حدا ما بيعرف لسببين. أو السبب الأول إنه هو ما بيعرف، أو السبب الثاني بقول إنه شو وقفت علي سمبل عملية إنه شو وقفت أكيد أنا أكيد عملتها، وأنا قدمت طلب للحصول على الموازنة، وأنا أكيد في مشروع عندي بالضيعة، يعني ما بعرف إذا في حدا من ضيعته هون بيعرف، في مشروع عندي بالضيعة كان ممول من الاتحاد الأوروبي ضليت أعمل عليه مساءلة على طريقة تنفيذه. ولدرجة إنه الناس بالضيعة تقول لي خي شو أنت ليش بتجيب وجهة راس لحالك؟ هذه أهم كلمة بتسمعوها. خي أنت شو ليش بتوجع راسك بهذا الموضوع؟ هذا الخضوع اللي بتجرب الناس حطم لك بحمتك. What did you say to all this؟ أوكي هذا الجواب. بتجرب الناس تحطمك بهذا المحل إنه ليش بعكس الطيارة؟ لأنه الناس مش معودة إنها تسأل. اليوم أنت فوت على هذا المحل، استعملت قانون حق الوصول للمعلومات صحيح بعام 2017 الصدر، هذا بنحكي عنه كمان، ومع العلم أنه قانون البلديات كمان بيعطيهم الحق، هلا حنحكي عن الموضوع. ولكن اليوم بمحل ما شو صار؟ أنا استعملت حقي، ولكن في كثير ناس ما بتعرف أنه حقها. وسؤال الأكبر أنه إذا الناس عرفت حقها هل فعلياً قادر تعمل هذه الخطوة؟ الناس في عندها خوف من التغيير، الناس بتخاف تروح تغير فعلياً. أنا أؤمن اليوم بمحلات معينة ومثل كتير بسيط هلأ حنحكي عنه، ولكن الناس تؤمن وبتخاف تغير لدرجة أنه بمحل بتصير الناس اللي حواليك تقول لك أنه عن جد أنه أنت مقتنع أنه ممكن يزبط شيء، أنه عندنا هذا معقول يزبط مع الأشياء. أيمن يعني عم تحكي بموضوع كتير حلو، ويعني خليني بس أقول أنه بقفوا بالبلديات يعني بتبلش العملية من إنه هيدا الجب أكبر من هيدا الجب، أو مثلاً هيدا من عائلتنا أو مش من عائلتنا، أو إذا من هيدا الحزب دعمه ولا هيداك. طب أوكي خلصت الانتخابات، بس بعد الانتخابات وخلصت الانتخابات ليه ما بتتبعوا؟ يعني ليه ما بتصير في مساءلة؟ ليه ما بتصير بقلب الجب يتحدوا بعضهم أو بنفس الأحزاب يتحدوا بعضهم؟ خلص إذا أجى قرار من فوق نمشي فيه على الآخر. هيدا كان أكثر شيء ضايق يعني موضوع الانتخابات البلدية، لأنه مثل ما عم تحكي أهمية البلدية تنكافح الفساد. البلدية أنا برأيي شخصي أجمل تجربة ممكن المواطن يعيشها بعلاقته مع السلطة بتبلش من البلدية مع السلطات المحلية. بالبلدية لأنه هي مصغر، عندك مع تقارير، أنت بتقدر تلمس خدماتها من تاني يوم الصبح، من لما تفيق الصبح وما تلاقي زبالتك قدام الشارع، من لما تفيق وتمشي على الطريق وما تلاقي ولا جوع. ليه؟ لأنه أنا عم بدفع خدمات للبلدية. نحن اليوم إذا بيعرف المواطنين والمواطنات الموجودين معنا اليوم أن نحن فاتورة التليفون بس ندفعها في إلا رسم خاصه للبلدية، فاتورة الكهرباء بس ندفعها في رسم إلا للبلدية، كل هاي دول القصص هن رسوم بلدية اليوم موجودة بهذا الإطار. هون خلينا نبلش بهذه العلاقة أنا اللي كنت عم بحكي عنه كتير بسيط. ليه؟ لفرج اليوم أن المواطن بمحل عنده دور يبلش فيه من البلدية وبيطلع طلوع، ولكن هل عنده هذا الإلمام؟ هون نبلش عنه نقطة تانية كتير أساسية. أول شيء المواطن ما بيعرف لا القوانين اللي خاصة بهذا المحل ولا بتثقف، وأنا هون بعتبر برأيي الشخصي إنه أنا بالزمانات يمكن كنت أقول إنه المواطن كان كتير صعب يوصل للمعلومة، ولكن اليوم كل المعلومات التثقيفية عم بحكي هي متاحة للجميع. اليوم الإنترنت متاح،
اليوم بحقلي فوت على قانون البلدية متح بدي عبارة عن ساعة زمان بيكون خلص صح؟ القوانين التي تكافح الفساد على جوجل بيطلع لي كل القوانين ضوي قنوات اللي هم مكافحة الفساد بيطلع لي كل المواضيع. يعني اليوم في واجب علي تصقيفي لأقدر مارس مواطنيتي بمحل ما نظرا لغياب الدولة انه هي ما قدرت تعمل لي هذا التصقيف عن حقوق واجبة. هون بلعب ببلش الدور بموضوع انه انا كيف بقدر استعمل حقي بالمساءلة الاجتماعية صحيح؟ وهون دور كثير اساسي. منبلش من هذا النقاط، لما انا اصير اعرف اول شيء الاول حقوق واجباتي الدرجة الاولى بدي اشوف القوانين صح؟ وبدي اشوف الاجهزة الرقابية اللي ممكن استعملها. اليوم البلدية عندها سلطة رقابية فوق المحافظ، المحافظ في سلطة رقابية فوقه صح؟ هو وزارة الداخلية، يعني في تراكم محاسبة، لكن المواطن بيعرف؟ أكيد لا. عشان هيك اليوم عدم الوعي واللي هو موجود بكثير من المجتمعات بمناطقنا موجودة، ما في هذا الوعي بسهل عملية خلينا نقول الفساد بطريقة مباشرة، الزبائنية السياسية بطريقة مباشرة بطريقة مباشرة. وهلأ نجاوب على الأسئلة اللي عم يطلعوا بيساعد بهذا المحل. كيف نكافح الفساد بهذا المحل؟ بس قبل عندي سؤال، قبل أيمن أي معلش عندي سؤال. المشكلة هي الفير أو الخوف، يعني لما يكون مواطن بده يروح يكافح فساد أوكي، يمكن هو بمرحلة معينة كان فاسد أو معرض لهيدي القصص، كان دفع رشوة بمرحلة قبل أو استعمل الزبائنية السياسية توصل لمركز معين، لما يجي بده يحارب الفساد أو يواجه الفساد رح يكون عم بيقولوا له إيه بس ما أنت عملت هيك، فهون بينضب. يمكن دي برأيك هيدا الشيء عم بيأثر على أنه هيدا الشيء عم ينقل بالثقافة من جيل لجيل، وبطل في عنا يعني جيل بده يكسر هذا الحد يقدر يمشي ثقافة جديدة لمكافحة الفساد. لك أنا بلشت قلت لك أنا كشخص وعم بقول لك أنا يمكن بمحال كنت جزء من هذا الفساد من خلال استعمال اشتريت دفتر سواقة ما كنت باعي بعدم المعرفة. ولكن كل شخص اليوم بياخذ قرار يكافح فساد لازم يكون اخذ قرار انه انا خلص ما عادش عندي شيء اصلا. خليني اسالك سؤال، كم حدا مات من مكافحه الفساد بالبلد؟ عن جد قتل سحل، يعني اكثر شيء سحل هو رياض البيسي يعني بالزاكه الجمالي، ولكن كم شخص قتل ما بهذا الاطار؟ ما في. المشكله معك خبر ما بعدنا عم نرجع نقول اليوم الثقافه المجتمعيه لما تيجي تقول لك انه انت اذا انت عملت هيك انت قضاي، انت عملت هيك انت اهبل، يعني انت اليوم قدرت تعمر بيت وفيلا وعمالك انت ما قدرت. هذا ثقافي. اليوم الثقافي لما بيك يجي يقول لك انه انت يا ابني خي شو ترجع لي راسي خلص شو بدك فيه يا خي، بيك انا يلي لي رح ليس كذا مره صح. انا عندي حلين، يا انا عن جد اؤمن وانا عم بحكي فعليا لازم تكون تؤمن انه انا اليوم بمحال عم بعمل هذا الشيء مش كمالي بس كمال اولادي. انا عشت بهذا المجتمع ما قدرت ما عشت فيه مثل ما انا بحب، بدي خلي اولادي يعيشوا فيه مثل ما بحبوا. هذا المحل كثير اساسي، بده يكون عندك ايمان، بده يكون عندك صبر، وبدك تعرف انه انت اليوم عمليه التغيير ومثل ما كان حدا ذكر انه منا كثير سهله، بدها تاخذ وقت، ولكن بهذا الوقت في شغلتين بدك تتحصن. اذا كنت محصن بالمعلومات بالجرأة بالمجموعات اللي حواليك الناس اللي دعمك بالادوات اللي ممكن تستعملها ما فيك تكون تكافح الفساد. ما في نوقف كل يوم اطلع قول فلان فلان حرامي فلان فلان حرامي فلان فلان حرامي فلان فلان حرامي. طيب كل يوم بقول عن الحرامية في شيء تغير؟ تغيير مش بالشتيمة، ولا مرة كانت تغيير بالشتيمة. الشتيمة ما بتغير، تغيير ببلش بالضغط بالوعي عند العالم، بتخلي الناس اللي حواليك نوصل لدولة المواطنة قد في محلات حياتكم بتكون أسهل، مش بحاجة تدقوا لا تليفون لا فلان ولا فلان كمان يفوتك على المستشفى ولا فلان ولا فلان يفوتك على، لأنه هذا حقك. اليوم أنا بعرف كثير من الناس ما كانت بتعرف أنه اليوم في إعلان عالمي بيعطيك حقك بالطبابة بالصحة بالصحة وبالتعليم وبالعمل صح ولا لا؟ الناس ما بتعرف. ليه ما بتعرف؟ هذا التعتيم اللي كان موجود هو لا يعني يكون في زبائنية بهذا الإطار. خليني أرجع عشان في بس لنقطة كثير أساسية اللي هي إذا بدك نفوت فيها اللي هي موضوع مكافحة الفساد، لأنه هو جزء أساسي بعد ما حكينا اليوم الفساد كيف موجود. وخليني هيك يعني ما بيخفى على أحد اليوم الفساد هو موجود بجزء كبير من كل الإدارات العامة، وهو بمحل له غطاء سياسي، طارة بيكون حزبي وطارة بيكون طائفي
وبيتغير. يعني اليوم بمحل ساعة بيكون طائفة، ساعة ممكن يكون حزبة، وساعة ممكن يكون مناطقي. وهون شفيق حاعطي مثلا كتير بسيط عن اللي تفضلت فيه. اليوم بس يصير فساد بقى لبقية ضيعة، إذا كان فساد قدر تلاقي الفاسد بيتغطى بحزبه، إذا حزبه ما لقى حزبه كانوا حزبه بيتغطى بعائلته، إذا قلب العائلة وحدة بيتغطى بباقي بجيب بقلب العائلة. اليوم بمحل عطول الفساد بده يفتش على غطى ليحطوا ستار قدامه ليحميه، إن كان طائفة مثل ما كانت، عائلة، مناطق، إقطاعي، كلها ينتو بده ستار لقاله، ولكن ما بيتغير. يعني الفساد ما بيتغير، هو عبارة بس عطول بده يفتش على غطى ويستعمل هذا الغطى من هذا المحل لهذا المحل. فهي فعليا بتبلش بالنفس. يعني اليوم النفس هي قدي عن جد قادر هذا الشخص اليوم هو بيقدر يكون فاسد كثير، ومثل الشخص الثاني بيقدر بمحل لا يكون معنا خلص بدي يكون مثلهم فاسدين، يا بمحل بدي اترك الفساد موجود، يا بمحل بدي اخذ مبادره فعليه لعمليه مكافحه الفساد. فبعرف شفيق بعدك معنا؟ ايه معك عم بسمع. بهالشوي يا عم نقطع شوي لان اوكي. فبهيدا الإطار اليوم نروح شفيق بموضوع مكافحة الفساد. خلينا نبلش نحكي شوي تشريعيا. نعم. اليوم من بعد 2003 حكينا عنه، صار في سلة من التشريعات والقوانين اللي بلشت بعام 2017 بقانون حق الوصول للمعلومات، للي بيعتبر من أهم القوانين للوصول على المعلومة ونشر المعلومة وفي حدا ذكره بالتشات، يعني عم يطلع تشات قدامي. نعم انا استعملت قانون حق الوصول للمعلومات لاخذ موازنه البلديه وغير بلديات مش من بلديتي، لانه قانون حق الوصول للمعلومات عطى لكل شخص موجود على الاراضي اللبنانيه الحق بالحصول على المعلومه شرط. خليني بس افهم منك شغله، شو يعني انا استعملت حق قانون حق الوصول للمعلومات؟ يعني رحت على البلديه قلت لهم بدي الموازنه تبعكم، قالوا لي لا ما فيك تحصل عليها، بقول لهم بلا قانون الحصول للمعلومات بيسمح لي احصل عليها فبتيصلوا لي اياها؟ لا مش بهالطريقه بتصير. بس كيف لك اليوم بمحل أقدم حق، بس بدي أخذ موازنة البلدية في طلب بدي أقدمه للجهة البلدية، بقول أنا فلان فلانة، بحط اسمي ورقم تليفوني، بقول أنا بدي أوكي بدي استحصل على المعلومة على موازنة البلدية أو عقارات المجلس البلدي، ومع الإدارة العامة مهلة 15 يوم قبل التجديد لا تعطيني المعلومة. خليني أقول نقطة كثير أساسية. عام 2017 لعام 2020 كان في التباس بالقانون، يعني اليوم في ناس بتقول بحاجة لمراسيم تطبيقية، ناس بتقول مش بحاجة لمراسيم تطبيقية بهذا الإطار، ناس بهالميلة. بعام 2020 مؤخراً أقرت المراسيم التطبيقية، ومجرد إقرار اليوم فرضت على كل الإدارات العامة اليوم يصير عندها بما يسمى موظف المعلومات ليستقبل منك طلب، وفرضت أن تبلش تنشر معلومات على الموقع الإلكتروني وتقدم معلومات للمواطنين. قالت أنه بمحل اليوم إذا ما أجت بتروح على أجهزة رقابية محددة لا حين تشكيل الهيئة الوطنية اللي حنحكي عنها اليوم لا تأخذ حقك بالمعلومة. نعم. بس اليوم يوم بهذا المسار كله قبل من عام 2017-2020 في كثير مؤسسات استحصلت على المعلومات، نحن كمؤسسة استحصلنا على المعلومات، أنا كشخص استحصلت على المعلومة بعدة قصص كنت عم اشتغل عليها استحصلت عليها، وأنا رحت على عدد إدارات فعلياً ما بيعرف أنه كان في قانون. يعني في قانون طالع من الدولة اللبنانية، موظفين الدولة اللبنانية اللي مجبورين يلتزموا بالقانون ويطبقوا القانون ما بيعرفوا انه في قانون بهذا الاطار، ما بيعرفوا ابدا. هذا قانون حق الوصول للمعلومات وبيعتبر اليوم لانه المعلومه هي حق لكل مواطن، والمعلومه تعتبر من اهم الادوات لمكافحه الفساد، وبعتقد يمكن قطعت مع رياض بالحلقه السابقه. صحيح. اهم معلومه اليوم اهم هي بتكافح الفساد. اليوم كل ما قدرت تستحصل على كميه داتا كبيره بقدر كافح فيها الفساد. اجاني قانون حق الوصول للمعلومات، لا كان من بعده إجا قانون حماية كاشفي الفساد، اللي هو أي قانون شو بيقول بهذا القانون؟ إذا شخص كشف الفساد بيكون عم نحميه نحن كدولة. يا يوم قانون بيجي بيقول أي شخص كان شاهد أو يعني كل شخص عنده شاهد على موضوع الفساد بيجي بيروح قانون هذا بيحميه وبيعمل له ترتيبات إجرائية لحماية. أوكي، ولكن اليوم القانون حتى اليوم من عام 2018 لليوم لم يطبق. وفي حديث إنه بده يوم من هنالك من هذا الموضوع. لا مؤخرا وزارة العدل فتحت مكتب لتلقي شكاوى يعني حماية كشفي الفساد بهذا المحل، ولكن اليوم عم لك في قوانين موجودة، يعني عم نحكي عن أهم قانونين اليوم، إضافة إلى القانون الصادر عام 2020 مؤخرا قانون تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولم تشكل حتى اليوم. اليوم كل هالقوانين موجودة، ولكن شو اللي خلى هالقوانين كلها تكون موجودة من عام 2017-2018-2020؟ في حدا لما بلشنا بالحديث انه السلطه بتتعمق تشتغل على الضغط، نحن مشكلتنا انه النظام بيشتغل على الضغط،
اللي صار انه بعد مؤتمر سادر سادر كان جدا واضح انه نحن ما بنقدر نعطي مصاري الا يصير في اصلاحات. فقاموا اعطون جرعه اصلاحات للي هي قانون حق الوصول للمعلومات وحمايه كشف الفساد وما الى هنالك. لما جينا عندنا الازمه الاقتصاديه هلا اللي كثير كبيره وسادر ما اخذنا لانه بعد ما طبقنا الاصلاحات كمان IMF في اليوم صندوق النقد الدولي جدا واضح انه نحن بحاجه لاجراءات اصلاحيه واضحه. صار لبنان عم يشرع قوانين اصلاحيه اللي هو قانون مكافحه الفساد بالقطاع العام، عم نحكي عن تصحيح الذمه الماليه اليوم القانون، واليوم اهم قانون اليوم عم يتناقش بالمجلس النيابي اللي هو قانون المناقصات العامه اللي هو يعتبر اهم قانون اليوم يطالب فيه صندوق النقد الدولي بالاصلاح لانه بيعتبر اهم باب للهدم المال العام طبيعي. وخصوصا بموضوع المناقصات. كل هالسلة الإصلاحية التشريعية هي موجودة وعم تنخلق ومفترض من هون بقى آخر نص سنة الجاي بصير عندك أفضل منظومة تشريعية موضوع مكافحة الفساد، ولكن العبرة اليوم مش بالمنظومة، العبرة بتطبيق المنظومة. تطبيق المنظومة اليوم بحاجة لإرادة سياسية بالدرجة الأولى، في قرار سياسي بالتطبيق، هيدا واحد. تاني نقطة بحاجة لدور أساسي للمواطن إنه هو يكون عم يطبق القوانين. يعني شو النفع إذا عندي قانون حق الوصول للمعلومات فعليا المواطن مش عم ياخذ معلومات؟ المواطن بيقدر يلعب ضغط، وهون حنحكي هلا عن موضوع اهميه المساواه الاجتماعيه. بس ايمن خلينا نكون واعيين، قرار السياسه مش موجود، خلينا نفكر بالمواطن. اذا ما نقول المواطن بده يطبق هذا الشيء، بده هو يفرض على الطبقه السياسيه، كيف برايك لازم يصير هالشيء؟ يعني الطبقه السياسيه لما الطبقه السياسيه بعد وقع عم تحارب نفسها يعني بالنهايه طبيعي. يعني مثل حدا بيجي بيقول لك معقول كل الطبقه السياسيه قانون بتشيل حالها عن المقاعد؟ اكيد لا، طبيعه الحال بالوقت الحالي طبيعي، ولكن انا شغلت اليوم خلي الطبقه السياسيه تن القانون اللي بدها اياه، وانا اشتغل بمحل ما لاعمل مفاجات من خلال التوعيه الشعبويه واشتغل على برنامج انتخابي وما الى ذلك. يعني اليوم في دور كثير كبير بهذا. ولكن خلينا نسال سؤال اليوم، عمليه مكافحه الفساد مرتبطه بجد العوامل السياسيه الموجوده بالبلد؟ ما نقول لا. يعني اليوم الواقع السياسي الموجود بالبلد بموضوع مكافحه الفساد يختلف تماماً عن ما هو موجود بعام 2015-2012. اليوم بكثير محلات طبيعة اللي يعامل بها، يعني اليوم ما حدا مستعد يحمي حدا للإكستريم. يعني حتى إذا عم يحميه اليوم بتلاقي كل العالم عم تحكي بلك هذا عم يحميه، هذا فاسد مثله طبيعة الحال. اليوم صار في مروحة كبيرة من الناس عندها حرية التعبير وصارت تعرف تميز بين الفاسد وغير المفسد. حتى داخل الأحزاب السياسية قادات سياسية داخلية لعدد كبير من الموظفين والمستلمين إدارات عامة وبعض المراكز بين بعض. ليه؟ لأنه في وعي بهذا المحل وفي معلومات صارت عم تجود. بطلت أنت تجي تقول فلان فلان فاسد، صرت عم تقدر تستحصل على معلومات بالأدلة وتقول إنه واحد اثنين ثلاثة أربعة اليوم. وهذا الشيء بيخلق رأي عام، وهذا الشيء بيخلق أي حدا فينا اليوم مساعد لمحل. يعني هذا أي شخص بيقدر عن جد بيجي بيصير يسأل حاله إنه طب أنا، لأنه صار في وعي هذا المحل يبلش من هذا الإطار. اليوم نحن كمواطنين أكيد عندنا دور كثير كبير، عندنا دور أكبر بكثير من أي واحد يعني بيتخيل. اليوم أول شيء نحن لازم نقول مع حالنا، لا أنا ما بدي أدفع مصاري أخلص معاملة، أنا بدي أوقف بالصف. وأنا عندي موظف إذا رحت أنا على إدارة عامة وفلان ما خلص لي معاملتي، بدي أروح بالإرتاب بالترتيب الإداري وسائل وحاسب. اليوم أصلا في عدة أدوات موجودة نحن كمواطنين فينا نستعملها. كم حدا فينا بيحط بوست على السوشيال ميديا بس يصير معه حاسب؟ قدي نشاط الأخبار اليوم بتحسوها فعلياً جزء أكبر منها من تحقيقاتها متاخد من بوستات على الفيسبوك، من قضايا على الفيسبوك، قضايا اجتماعية. اليوم قضية أي قضية فساد بتصير بأي محل صغير، حدا يحط بوست بتلاقي الإعلام موجود دغري بيركض بمحل ما لا يعمل تقرير عن الموضوع. اليوم الغطاء على الفاسدين بطل سهل مثل ما كان موجود قبل، أبداً أبداً. مش عم اقول ما انه موجود، بس بطل سهل بالتغطيه، بطل موجود. عشان هيك اليوم بمحل ما الوقت الظرف الموجود اليوم ممكن يلعب دور كثير كبير بالمواطنين هو بالكشف عن الفاسدين اكثر. وخلينا نجي نحشر بعيد، نحن كنا من ضياع، كنا من مناطق صغيره، حالتنا ضيقه ونعرف بعض. انا بعرف فلان الفلاني شو بيشتغل وشو بيطلع مصاري وشو له وشو عليه. ما اذا هو انا عارف موظف دولي ومعاشه مليونين، يعني موظف دولي ومعاشه مليونين، هذا البيت اللي جايبه من وين جايبه؟ مش عارف انه فاسد، بس عندي الجرأة اقول انه هو فاسد. اليوم عندي الجرأة اذا حدا بيقربني اقول عنه فاسد، عندي الجرأة اذا اليوم بمحل فعليا بعرف حدا
فاسد بعائلته بيقدر يقول عنه صار عنده فساد بلغ عنه. اليوم العملية منا سهلة لأنه في محل ترابط بمحل الفساد موجود بكل الأشخاص الموجودين حوالينا. عشان هيك اليوم بمحل عملية المنظومة الوعي والقرار إنه أنا بدي كافح الفساد منه سهل. منه سهل أبدا. يعني اليوم في محل واحد بدك تتعرض لألف ضغط وألف حدا بيقول لك لا وما تعمل وما تساوي طبيعي. ولكن اليوم هو السؤال أنا ليه بدي كافح الفساد؟ ده بدي كافح. ما فيني أنا أكون مرتاح وقاعد ببيته وحاطط أجيله مثل العالم. صح ولا لا؟ لأنه الناس الأشخاص بتاخذ القرار بهذا المحل. والأشخاص اليوم مثلا اليوم بكثير بسيط قد الساعة هلأ شفيق؟ ساعة 10 إلا ألو ألو 28 حدا. طب 28 حدا ليه عم يحضروا هلأ بوقت كان فيه وغيره عم يحضروا في جبل هلأ على التلفزيون في جبل قدامه الله يخليك. ففعليا ليه قالوا يعمل قالوا يعمل هذا الشيء لانه مأمنين انه عندهم دور لازم يلعبوه. بس اليوم كل حدا فينا بس يخلص من هون عنده دور لازم يلعبه باللي حواليه وعنده دور لازم يرفع الوعي باللي حواليه وعنده دور يحفز الناس اللي حواليه وعنده دور انه في كثير اشخاص موجودين حوالينا بحاجه لهذا الدعم. صح في حدا عم يذكر انه المشكله بالقضاء. صحيح اليوم في مشكلة بالقضاء انه بيقول ان القضاء غير مستقل وهو بحاجة لاستقلالية للقضاء. صح صحيح. وفي مشكلة بعض الاشخاص الموجودين بهذا الاطار. اليوم في اول شغل القضاء أيمن خلينا نوقف شوي ناخذ شوية اسئلة. يلا اوكي اوكي مين عنده اسئلة؟ هيثم ريحك شوي وتيودورا. اوكي سؤال صغير. هلا انت you're mentioning انه نحن لازم نحاسب وفي عنا حقوق بنقدر نستعملها لحتى نقدر نحصل على معلومات معينه اذا بدك بنقدر نرجع من خلال الفساد اكثر او منشكل ضغط على اللي عم يعملوا الفساد او شيء اللي عم بتقوله. I totally agree. بس اذا بدي احكي شوي عن قصه to follow certain rules يعني انا I follow rules I believe in. صح. What if الدولة أو الأثوريتيز يلي أنا I no longer trust them حطت rules ما عم آمن فيها. Let's say حأعطيك example هلأ اللوكداون يلي عم بيصير وقصة أنه بعد الساعة 5 إذا أنا شخصياً مني مصدقة أنه هيدا الشيء لمصلحة البلد تنقول Do I have to follow these rules؟ أنه ما مني يعني مني مآمنة فيهم مني حاسة أنه هو دي موقفك. أنت عم تقولي أنه أنت مش مآمنة بالدولة كيف بدي أطبق الرولز عم تحطهم الدولة. بس أنا قبل ما يقول أيمن الرولز are rules بالنهاية هو المشكلة نحن مش عم نطبقها للرولز. لو بنطبقها للرولز يعني ما في عندنا مشاكل. يعني الواقع أنه يصير في لوك داون بهيك وضع أنه هيدا شيء طبيعي. بس لأنه اللبناني بحب يكون عم يلعب على القانون هون كانت عم تكون المشاكل. شكرا تيودورا. بس في أنا كريستينا قالت شيء كتير مهضوم ومظبوط لأن أخد كذا حدا عم تقول إنه بيعمل مدرسة إذا حدا شك على حدا يعني كل الصف يخد موقف منه نفس الشيء على كبر فبيعتبروا إنه يمكن في هذا الفير أو يعني we're afraid of saying the right things بيكون يعني بيصير الناس بيقولوا هيدا فسيد يعني كمان رح ناخد روبا بدنا أسامي جديدة أصوات جديدة كمان جايز بونسوار أنا نقي من عندي اليوم مستي أيمن سألتنا سؤال أنتوا ليش موجودين هون مع أنه كان فينا نعمل شيء تاني وكلياتنا عندنا أشياء تانية أكيد نعملها طبعا. رح أحكي عن حالي بس أنا موجودة هون لأني مآمنة أنه التغيير جاي جاي بس هيدا التغيير بده يبلش من محل فعم حاول فتش عن هيدا المحل اللي لازم the first step اللي بعرف انه الطريق طويل بس هي الفيرست ستيب وحضرتك قلت انه بنقدر نحصل على المعلومات وهيك قديش قادره يعني احنا بمؤسسه معينه يعني حاعطي اكزامبل مثلا انا عندي دائما ادويه اشتريها من الضمان وبتوصلوا في كثير اوقات ل 30 مليون و 40 مليون ما بيقبلوا يقبضوني لانه مع انه هي كيس سبيشال كيس الا ما بدهم رشوه مينيموم اللي عملته من سنتين هي مركز ضمان ايه ترابلس هيدا أوكي. القديم من شي سنتين ثلاث سنين تقريبا نزلت على الضمان عملت فضيحه
قلت لهم انتم الضمان بدكم الرشوه وانا هيف وتيري وما بدكم تعطوني المصاري ما بتعطوني التشيكات اللي بتطلع شو صار معك اعطوك اياهم دفعوا لي صاروا كل شهر بشهر يامنوا لي كل شيء كل شهر بدفع هيدا المطلوع على صعيد لبنان كله يعني بس الواحد يعمل اكزاكتلي وما كان لا في ثوره ولا كان في شيء تفضل عندي سؤال صغير برايك الضمان اللي تحت كان بيعرف ولا هو عباره عن موظف موجود فوق بالنهاية الموظف الموجود إنه إذا عم بيعمل هيك إذا المدير ما بيعرف مشكل وإذا بيعرف وساكت مشكل أكبر سو كان مفروض علي صوتي كتير وعليت صوتي وما عندي شي خاف منه يعني أنا وحدي لا برشي ولا برتشي ولا بمشي عكس السير وما حدا يجبرني أعمل شي أنا مش مآمنة فيه سو كان قدام تيودورا إنه أنا مش مآمنة لا الأوثوريتيز هن شي كتير مهم والقوانين أنا بدي حطها على حالي أنا هيك فكر يمكن أفكر شوي ايديالستيك بشان هيك مآمنة انه التغيير جاي قوانين بالنهاية يعني قوانين exactly. يعني انا بدي اجربهم ببيتي يعني انا اذا بعرف انه بنتي غشت انا بنزل على المدرسة وبشتكي بنتي للإدارة صحيح ما عندي مشكل برافو هذا المطلوب شفيق بس بإذن دقيقة بس بدنا على تفضل فيه انا عطول كنت عم اقول انه الانسان لازم يبلش من حاله إذا ما بيقدر يبلش من حاله بجلد ذات حاله ويبلش بالناس اللي حواليه ما بيقدر يطلع لبرا أضل بمحله يعني آخر شيء هيجي يتقوقع على محله بس بدي أتفضل على اللي تفضلت فيه أول شيء الوزارة قالت أنه أنا عليت الصوت نحن مشكلتنا صوتنا ما كان عالي وما كنا نعلي صوتنا نحن مؤخرا سيطلع صوتنا صار في أدوات تساعدنا سوشيال ميديا بمحلات معينة بالجروبات الواتساب يعني البلاتفورم تبع السوشيال ميديا ساعد بمحلات وعوامل جدا موجودة بالبلد ساعدة ولكن نحن صوتنا هلأ صار عالي بس مش مهم يضل صوتك عالي مهم اليوم الصوت العالي تعرف كيف بدك تستعمله بالمحل الصح بالمكان الصح اليوم هو بحكي عن تجربتها بموضوع الضمان أنا هسألها سؤال لهوبا هوبا كم حدا ممكن تكوني خبرتي اللي صار معي صار مثلك عم يعمل نفس الشيء صار انه اخذ من تجربتك لمحل دافع انه انا لا اليوم مثل ما عملت توبه وقدرت تجيب حق انا بجيب حق كثار وصدقني كثار هيدا هو يا ما فيهم انزل معهم على الضمان ودق على باب المدير وقول له ما بيعطوهم فواتير هذا هو اللي عم نحكي فيه اليوم عم نحكي فيه اليوم انه نحن اليوم قد ما الناس اليوم في محل حدا عم يعمم فساد بمحلات معينه ونحن ما نعمم مكافحه الفساد بمحل اخر لانه اليوم اذا ما بنقدر يعني ما بنقدر نعمم هذا الموضوع نحن اخر شيء بنستسلم العالم بتستسلم مش نحن العالم حتستسلم العالم حتحس انه كميه يعني مثل واحد اليوم بيطلع بيقول لك انه واحد اثنين بضل ينق عليك بيقول لك انه التقس برا مش منيح وشو بدك بهد انت قاعد جوا بالغلطه بتظهر لبرا بتطلع بتلاقي التقس منيح اخذتي قرار اخذتي قرار اظهر لبرا اليوم في حدا عم يجرب يقول لك انه اصلا انت شو عملتي مع تبني دوله اصلا انت من كلامك ممكن تغير ليك كمان مصطلحات تستعمل استعمل ليه؟ بدنا مش عملية إنه اليوم حدا بده يسقطك بده يحطمك بده يحسك إنه أنت ما بتقدر تغير بده يحسك إنه أنت ممنوع تستحصل حقوقك إلا عبر فلان وفلان وفلان خدماتك الأساسية تخدم هذا الإطار لنجي على موضوع القوانين لا القوانين وجد بغض النظر وافق عليها موافق عليها ويش يطبق اليوم أنا بس على محل بأوروبا أو بأمريكا بيطلع قرار واحد اثنين ثلاثة أربعة يمكن ما بيعجبني بس طبقه هي عندها مشكله عم تحكي فيه ديورا ما حق فيها نحن مشكلتنا الاساسيه اليوم بطل في ثقه بالمنظومه اليوم انا بيش بقول لهم يعني وانا عندي راي بهذا الاطار بيش بقول الدوله فعليا لو عملت منيح الناس ما حتصدق صاير بالدوله يعني ما حتصدق يعني اليوم للدوله ترجع تبني ثقتها بالمواطن بدها سنين مش بيوم ليله لانه المواطن بطل يثق فيها يعني اليوم الدوله اذا افترضنا اجت اخذت عن جد اجراءات اصلاحيه اكس جزاد اول شغله بقول المواطن انا ما عم اقول بس عم بعطي مثلا اول مواطن شو بيجي بقول ابصر ليه عملوا هيك شيء منيح ابصر شو مخططين من وراهم بشيء سيء لانه على طول تجربته معه ما كانت ناجحه فعلى طول عنصر الشك موجود وبناء الثقه انا ما عم اقول انه لازم من اول لحظه يوثق فيها لا انا عم اقول لازم اشتغل معه على الحبه اليوم بمحل بتغلط بحسبه بمحل عم تشتغل صح براقبها بعد ما هي عم تنفذ اللي عم تقوله اليوم قالت لي بدي اعمل اكس اي زد بدي راقبها مش انه دغري ابني عليا اليوم بمحل وما عم اقول هذا الشغل بده وقت اليوم لانه اذا احنا مقتنعين انه ما بدنا نشيل الطبقه وهون بدنا نوصل على هيدي النقطه بعد 3 ساعات
اليوم هل هو عملية هدم النظام هو الحل ولا إصلاح النظام هو الحل؟ لأنه اليوم لما كنا عم نكون بالشارع في كثير أشخاص عم بتنادي بإسقاط النظام، بدنا نسقط النظام، مش عارفين شو يعني النظام. هذا موضوع آخر، بس نحن خلينا نقول نحن بدنا نشيل النظام ولا ما النظام. نحن نجي بنقول بدنا نشيل كله بالمجلس النيابي، أوكي، وكل مجلس الوزراء، أوكي، ونفضي كل شيء. طب أوكي، وبعد مين بيجي محله؟ في فترة، هيدي الفترة الانتقالية مين بيجي محله؟ اليوم عملية هدم، وانتبه اليوم ما عم نحكي بنظام ملكي أو نظام شخص يحكم أو حزب يحكم، نحن عم نحكي بنظام سياسي بقلبه 8 قوى سياسية قوية بالبلد. يعني بدي أعطيه هذا الإكزامبل اللي صار تونس. يعني تعبت كنت عندي أصحابي من تونس، فعم يحكوا إنه الفترة اللي من وقتها يعني الثورة ثورة يعني اللي صارت عندهم ربيع العربي، صار عندهم إيه ربيع العربي إذا سميناه ربيع، كمان لحديت ما صار عندهم أول رئيس، إيش جروب جروب أشخاص هني كانوا اللي عملوا النقلة، هني يلي أشخاص يلي كانوا ملاجين بوضع النظام الجديد لهذه الدولة، بغض النظر انه استهم لهلا عم بيظبطوا، ما هو ظابط شيء بعد، وبعد في عندهم كثير تظبيطات، ولكن هلا عم تقولوا انت انه اذا بدنا نشيل بده يجي اشخاص يكونوا عم بيظبط عم يعملوا هيكليه جديده نقدر نبني فيها نبني عليها. وبلس معملها وفي محل تجارب ثاني. يعني انا بقول بمحل اليوم النظام، النظام مش الاشخاص، النظام موجود. اليوم الضغط الاسهل لانه من إسقاط النظام هو إصلاحه. اليوم كل تركيزنا بده يكون اليوم هو إصلاح النظام. نحن اليوم كيف نقدر نشتغل لإصلاح النظام؟ وما بتقدر تصلح النظام كله ضربة واحدة، بدك تبلش تشتغل من نقاط محددة، من محلات محددة ونقاط صغيرة. هل عندنا تجارب ناجحة بلبنان بموضوع الإصلاح بالإدارات العامة؟ في تجارب ناجحة بلبنان، في نواب ناجحة. أنا بعطيك، خليني اجي طلع انا واحد مثلا بضيع اسمه، يعني انا بضيع اسمك فرسي على نهر الليطاني. انا كانت هذيك السنه وهيدي السنه اول مره بشوف لون النهر، لانه في محل مدير عام مصلحه الليطاني اخذ قرار كثير قوي وكثير جريء انه شال كل الكسارات الموجوده على نهر الليطاني وكل الاستراحات. أوكي. اخذ قرار اليوم عشان هيك اليوم بمحل، هلا بتقلي مغطى سياسيه موضوع اخر، ولكن اليوم بمحل ما في قرار، في عمليه اليوم رئيس بلديه بيقدر يكون فاسد وبيقدر يكون صالح من حاله. في رئيس بلدية يطبق نشر المعلومات إذا هو بده بدون قانون من دون مموت. اليوم بمحل إصلاحات فيها تبلش من كثير محلات، في مدراء عامين جيدين، في أشخاص جيدين فعلياً عم يشتغلوا بالدولة جيدين، في نواب موجودة بالمجلس النيابي عن جد جداً مشرعة، في الوزير زياد بارود في العالم تشده، في النائب غسان مخيبر بموضوع تشريع القوانين، يعني في أشخاص فعلياً اشتغلوا عم تشتغل للبلد. هدف اليوم هيدول الأشخاص نكون عم نتكاتف معهم وعم نشتغل نحن وياهم للضغط أكثر المفهوم الإصلاح السياسي والاقتصادي بالبلد. شفيق بعتقد راح الكونكشن عندك. لا لا أنا معك معك، عم بقرأ سؤال من يعني رح أسألك إياه بالآخر، هو من مصطفى. خلينا نكفي هلا، مش عم بسألك هذا آخر سؤال، رح يكون سؤال مصطفى لأنه يعني بحب أختم فيه. اوكي او لحد عم تسمعني؟ تفضل عم تسمعني؟ السؤال خليني اسالك هلا يزال هناك امل بمحاربه الفساد بلبنان كون الاحزاب المسيطره خلقت دوله بديله عن الدوله الحقيقيه التي من المفترض ان تكون قويه؟ انت برايك بعد في امل يتحارب الفساد؟ لا بتعرف شغلي، يعني هذا الويبينار هو اساسه من هذا الامل، يعني لو ما في امل ما انا موجودين. لا مش عم بسمعك، بس انا عم لك عم بقطش خطك. اسمعني اوكي، بس عم لك بس اسمع سؤال مصطفى. عم لك اول شيء اكيد في امل، واول نقطه بالامل، ونحن كلياتنا بعدنا موجودين هون عم نحكي بهذا الموضوع. طالما في أشخاص موجودة بقى عم تحكي بهذا الموضوع، طالما الأمل موجود، أنا على طول بآمن أن نقطة مي تحفر صخرة. صحيح. بهذا المحل، ومين نفسه أطول هو اللي بيضايق من الآخر. أنا مؤمن وعلى يقين أنه كل اللي حكي مصطفى أنه في اليوم دولة موجودة بمحل دولة،
في هذا الإطار. هذا المحل هو عبارة عن وقت. مين بيكون بهذا هذا لهذا الوقت لما نوصل له؟ مين بيقدر يكون عم يحسن حاله؟ عم يرفع الوعي. اليوم أنا برأيي السلطة ليست ضعيفة ولكن ليست قوية. طبيعة الحال المنظومة اليوم منا ضعيفة بس منا قوية. واليوم الوضع الاقتصادي الموجود باللعب لأجل يعني ضغط الدول الموجود للإصلاح حيساهم بشكل كثير كبير اليوم لنكون عم نضغط بإصلاحات جذرية بمحلاتنا. فيها تبدأ قانون انتخابات تنتهي بقوانين تشريعية وبالإضافة لمكافأة عدة عوامل. ولكن اليوم إذا مش نحن من حالنا من بيتنا من مجتمعاتنا من اللي حوالينا نتكاتف منفتش على أشخاص تشبهنا لنبني تحالف مع بعض لنضغط بموضوع مكافحة الفساد بعدة أطر. صحيح. ألو عم نسمعك. أوكي ما بنكون ما بنوصل لمحل. فعملية الإصلاح جاي ولكن مش اليوم ولا بكرة يا مصطفى. عملية الإصلاح هتجي بدها وقت. ما بعرف إذا حدا عنده بعد شي سؤال هيك أخير مشان ما نكون عم نطول بعد كثير على أيمن. إذا حدا عنده سؤال أيمن بعدك معنا؟ هاتو جانت عندها سؤال. ليال أوكي بس تشوف أيمن هاتو بعتقد أوكي بعدك معنا أيمن؟ في يسأل؟ تفضلي تفضلي. كنت عم تحكي إنه مكافحة الفساد وكيف أنا لازم روح صوب المعلومات وأنا بلش من حالي، بس فينا نحكي أكثر عن القضاء لأنه بعتقد المشكلة الأساسية بلبنان هو القضاء اللي منه مستقل واللي ما عنده الشفافية لمحاسبة السلطة التنفيذية ولا التشريعية. حلو سؤال. هذا هو السؤال. فينا نحكي أكثر عنه. أوكي. اليوم في بالمجلس النواب في مشروع قانون لموضوع استقلالية القضاء، صح؟ بهذا الإطار نحن كمواطنين عندنا ضغط ودور كتير كبير لنكون عم نطالب بإقرار هذا القانون بدرجة أولى، صحيح؟ اليوم هذا أهم نقطة. اليوم هذا القانون بيعزز بمحل استقلالية القضاء المحاسبة والمساءلة، هذه أول نقطة. اليوم بمحل آخر اليوم قد يكون القضاة مثل ما عم تقولي أو جزء من القضاة لأنه ما فيها نحكم، في كثير قضاة صراحة صالحين نزيهين شريفين ما كنا عم نجمل كل القضاء، ولكن اليوم جزء مزبوط ما فيها نقول لا لأنه هذا موجود وكلنا نسمع فيه وعنا دور بهذا المحل. اليوم عنا دور من هو القاضي الفاسد من هو القاضي غير الفاسد، والقاضي المنيح نسقف له كثير مهم. نرجع بالكون كلنا بنعرف الفاسدين بس مش كلنا بنعرف النزيهين. اليوم قد ما بدنا فاسدين بس ما بنعرف من هن النزيهين، لانه اليوم نحن لما نبلش نعمم ثقافه عن جد الناس النزيهه مثل ما الناس بتتخانق مين بيكون فاسد اكثر لازم يكونوا عم يتخانقوا مين بيكون نزيه اكثر، صحيح؟ مين بيكون عنده بتشرف على هذا المحل. اليوم ليال عم تقولي معك حق، المشكله اليوم جزء اساسي هو بقضاء غير مستقل وباجهزه رقابيه تتبع تتعين بطبقه سياسيه، وفي محلات كثير محلات اليوم بمحل أجهزة ما قادرة تتحرك وهيئات ما قادرة تتحرك. معك حق نسلم معك 100%. طب أنا شو بعمل؟ بنطر حالي بوجي بقول هلأ أنا بنطر لا تبطل لتصير مستقلة؟ لا، أنا بدي أضغط لتخليها مستقلة، أنا بدي أضغط ليكون قانون استقلالية القضاء بالمجلس النيابي، أنا اليوم بدي أضغط بمحل ما إذا كان عندي قاضي قوي ضعيف قوي عم يمارس نزاهته وحس حاله لحاله وحس أنه مش لحاله في حواليه شعب معه. اليوم في فيلم بيحكي عن الفساد بالبرازيل، ناسي اسمه هلا بس نخلص اللي بدك برجع ابعث لك اياه. كثير بيحكي عن الكوربشن بالبرازيل. هذا الفيلم بيشبه جدا جدا لبنان لدرجه انه واحد هو صحائيه لدرجه انه واحد من الفاسدين هو نادر ال 17 هو لبناني اللي هو ببيض الاموال هو لبناني. الفكره انه بفاجئك انه قدر قاضي واحد بمحل ما مع فريق تحقيق يقدر يكافح الفساد. ليه؟ لدرجة أنه وصل القاضي بهذا الفيلم هو قصة حقيقية أنه بنته بالبيت
بطلت تحبه لانه لاقى فئاته بالمدرسه عم يقولوا له بيك كيف بيعمل هيك، بحط هالناس اللي هن كثير غنايه بالبلد بالحبس. تعذب لمحل هذا الفجيج بمحل الصرافه. شو اسمه الاسم الفيلم؟ هلا بجرب ببعث انا ببعث لكم اياه برجع ببعث لكم اياه شفيق. بس الفيلم هو عباره على فكره هو فيلم كثير استقصائي وعبارة عن تو سيزن وكثير يعني كثير حلو. اوكي ما بعرف اذا بعد حدا كان عنده سؤال. ايه كان في سؤال انه عن في شيء عالمي، كان في حملة عالمية بموضوع ضد الفساد. انا كما بدي اختم فيها اليوم ب 9 ديسمبر هو يوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو يوم عالمي اوكر يعني معروف كل الناس كيف تحكي الفساد. وفي هلا حملة بتبلش الحملة العالمية يعني ابتداء من هو لا مش دايركت ماني مصطفى، بتبلش من اول الشهر اليوم بتبلش نشوف كل الكامبينز بالعالم عم تحكي عن موضوع مكافحة الفساد. وخلال هذا الأسبوع الجاي في عدد كبير من منظمات المجتمع المدني عم تقوم بعدة حلقات حوارية ممكن أو برامج نظرا للوضع الموجود هلأ الكوفيد بالبلد لرفع التوعية حول موضوع مكافحة الفساد. هذه الحملة هي بتكون كل سنة، هذه الحملة بتكون كل سنة أول أسبوع من ديسمبر. لأول أسبوع من ديسمبر صحيح. في بعض سؤال ليال كان بعد عم تسأل ليال، يعني الضغط بالشارع لازم يكون موضوع الأساسي هو القضاء المستقل. طبيعي اليوم أهم موضوع اليوم القضاء المستقل. أنا بنظر الشخصي أهم من قانون الانتخابي. هذا اللي كان بيسألون من أهم الانتخابات حتى. لا أنا برأيي الشخصي اليوم برأيي هلأ بالوقت الحالي اليوم إذا أنا بدي أجي أشتغل استراتيجيا نظرا للظرف الموجود الراهن، قانون استقلالية القضاء اليوم هو أولوية الأولويات اليوم، لأنه اليوم بس قادر استقل القضاء بقدر حاسب وسائل بطريقة كثير مرتاحة اليوم بمحل ما. فيني غير قانون الانتخابات ولكن بالظروف الموجودة، برجع بقول هذا رأي شخصي، بالظروف الموجودة اليوم بالبلد تغيير قانون الانتخابات ما حيقدر يعمل تغيير بالمعادلة كثير كبير بهذه الفترة، بهذه الفترة يعني بهذه السنة بهذا الظرف اليوم. أهم مشاغلة هي استقلالية القضاء بالإضافة إلى تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لأنه اليوم يجب على كل يجب على الأشخاص يعني يجب على القضاء كمان عنده انتخابات يعين قاضي لينتخب قاضيين، بالإضافة للهيئات اللي لازم تسمي ممثلين عنا ترفع الأسامي لمجلس الوزراء لتتشكل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. بس خليني أجا أستوضح منك، هي مين بيشكلهم هول؟ مين بيعينهم هالأشخاص؟ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي عبارة عن هيئة تتشكل من 6 أشخاص، عبارة عن قاضيين متقاعدين، 4 محامي بيكون من بين محاميين من نائب محامين بيروت نائب محامين طرابلس، عندك بالإضافة إلى محاسب عند نائب المحاسبين، عندك كمان خبير مالي واقتصاد خبير اقتصادي ومالي وحدا من مجلس الوزراء هو اللي بيعينون بيرفع الأسامي. بس أحط نقطة كثير أساسية، بس القضاة ينتخبوا يعني بيصير في انتخابات مجلس القضاء الأعلى okay. بمنطقة الشرف، بعدين يرفع كل هذه الأسامي اللي هي عبارة عن باكج بتكون لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء يعين هيدا الهيئة. هلا في حدا هون بيجبر طب ما مجلس الوزراء عينه كيف بده يقدر يحاسبه؟ اليوم القانون بحد ذاته عطى مساحة كثير كبيرة للهيئة تكون عم تمارس دورة رقابة بمحل ما. حتى واحدة من أهم النقاط الموجودة بالهيئة اللي هي مش موجودة ولا محل ولا حتى للنواب الوزراء، قانون الإسراء الغير مشروع فرض على الهيئة يكون عنده الإشهار ذمة علنية، يعني كل موظف بالهيئة بده يكون على الموقع الإلكتروني حاطط شو بيملك هو وعائلته وولاده بمحل، كمان يكون عندهم رقابة على الذمة المالية تاعتهم. حلو أيمن. حبيب القلب انا كثير كثير انبسطت بهالويبينار، يعني بعرف شغله كان كثير حلو لانه مكمل اللي صار هذيك المره مع رياض باللي حكيناه مع رياض واللي عم يعملوا بالصحافه الاستقصائيه، وكمان بالموضوع اللي كان عم نشتغل عليه مع كمان مع ايدي سمعان بموضوع ماجنيسكي لانه كان اخذ ضجه بلبنان، ومثل عم تقول انه هلا ديسمبر هي يعني الحمله العالميه على موضوع مكافحه الفساد. واخيرا زبطت هالوقت واعطيتنا من وقتك وانا كثير كثير انبسطت بالويبينار. لا
بس اول شغله انا وياك كنا على اساسها بتتذكر باوغست صحيح. صحيح بعد ما لك تساعبت يعني نشكر الله بس خليني اذا بدك قبل ما تنهي بس اعطي الفيلم أكيد. اسمه ميكانيزم ميكانيزم اوكي والموفي اسمه ذا ميكانيزم صح هو عباره عن 2 سيزون اوكي وبيستاهل الصراحه ماشي بدي مره تانية اتشكرك على وقتك ثانك يو كثير على المعلومات اللي اعطيتنا اياها اكيد اكيد الكل بيوافقني هالراي وانبسطوا انه يعني بكميه المعلومات اللي اخذوها الصوره صارت اوضح يعني انا كثير كثير بركز مثل ما قال ايمن على موضوع البلديات يعني كثير ببلش من نطاق صغير من نطاق العائله ونطاق الانطوراج الصغير طبعا تقدر نبني بلد اكبر واحسن ايمن موجود على كل وسائل التواصل الاجتماعي فيك تتواصلوا معه وتحكوا معه اكيد موجود يعني تجاوبكم على اسئله معينه بعد باي وقت واكيد فيكم يعني تتواصلوا معنا مساء وقتكم وتصبحوا خير شكرا شفيق وان شاء الله نحن وياك يعني سوا من خلال المبادرات اللي انت عم تقوم فيها وغير مبادرات ان شاء الله ونكون كلياتنا عم نتعاون سوا لنكون نوصل للبلد اللي عن جد فعليا نحن فيه بلد المؤسسات بلد الشفافيه والنزاهه وبلد للي بيحترم الانسان بالدرجه الاولى ويعطيك الف عافيه وتصبح على الف خير حبيبي العالم باي باي